معلش رسالتين ورا بعض في يوم واحد، لكن الموضوع خطير جدا. كل من أراد أن يشطب رقم هاتف وما يرد يجدده مرة ثانية عليه الدخول إلى الواتس أب وعمل ديليت للأكاونت، عمل ديليت للأكاونت، عمل ديليت للأكاونت يا إخوان، خاصة البنات، خاصة البنات. إذا أنت تركتي رقم وراح ورجع عدا شاب أخذ هذا الرقم وعمل عليه واتس أب بيسألوا الواتس أب Do you want to restore the previous message؟ إذا قال له نعم بنزل كل المسجات اللي كانت موجودة على الواتس أب، صور وما صور ومحادثات. اعملي يا أختي، اعملي يا أخي ديليت للأكاونت قبل ما تتخلى عن رقم الهاتف، وإلا أنت وأسرارك وصورك ووضعك الاجتماعي معرض للابتزاز من ناس قليلين دين وقليلين أخلاق، عديمي أخلاق مش قليلي، لأنه ما عنده أخلاق اللي بيهدد بنتي برسالة. هاي رسالتي عاجلة وخطيرة، وبتمنى من الكل يعمل شير لهذا الفيديو تحديدا. والناس اللي بتعمل مسخرة وبتكتب مسخرة واللي بتعمل أشياء هيك بتعلق، يا أخي إذا ما عجبك الفيديو من شان الله اعمل لي بلوك. هاي رسالتنا لليوم، إلى لقاء.